بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 25 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا: بجوارنا مسجد يبنى مع بيوته، ولدينا مبلغ من المال نرغب أن نتبرع به لهذا المشروع، فهل أجر الإنفاق على بيوت المسجد كأجر الإنفاق على بناء المسجد نفسه؟ لا سيما ونحن نعلم أن وجود البيوت للمسجد مما يجلب له الإمامة والمؤذن الأكثر، بعكس المسجد الذي لا بيوت له، فإنه غالبا لا يستقر له إمام ولا مؤذن. وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن بناء المساجد فيه أجر عظيم وثواب جزيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومعنى أذن أي شرع الله أن ترفع، أي تصان وتعظم وتبنى بما يليق بها، مما يحصل به إيواء المصلين وراحتهم وإنقاذتهم من الحر ومن البرد حتى يطمئنوا في صلاتهم. قد جاء في الحديث أن من بنى لله مسجدا ولو قدر مدح السقطات بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا ثواب عظيم وأجر كبير. وأي فضل أعظم من فضل بناء بيوت الله عز وجل؟ ويدخل في بناء المساجد مرافقها التي تحتاج إليها، ومن أعظم مرافقها وأشد ما تحتاج إليه البيوت للمؤذن وللإمام، من أجل أن يقربوا منها ويسكنوا حولها ويقوموا بعملهم خير قيام. فبناء البيوت للإمام والمؤذن يدخل في بناء المسجد في الفضيلة وفي الثواب، لأنها إعانة على الخير. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي بناء بيوت للمسجد إعانة للإمام والمؤذن على القيام بعمليهما والمواظبة على ذلك، وفي هذا فضل عظيم لا يقل ثوابا عن عمارة المسجد نفسه، بل إن ذلك داخل في عمارة المسجد، لأن بيوت المسجد من حاجاته الضرورية، خصوصا في هذا الزمان الذي صعبت فيه مؤونة السكن والحصول على المساكن المناسبة. فإذا وفر للإمام وللمؤذن سكن قريب من المسجد، فإن ذلك مما يضمن توفر الإمام الصالح والمؤذن الصالح. أما إذا لم يكن في المسجد بيوت سكن، فإن هذا مما يسبب عدم توفر غير الكفاءة من الإمام والمؤذن والخدم الذين يقومون بأعمال المسجد، وبالتالي يحصل خلل في الحضور ويحصل على جماعة المسجد مشقة من تغيب الإمام وتغيب المؤذن بسبب عدم وجود السكن المناسب لهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كان بالشيخ صالح يقول: لا يتردد المتبرعون بالتبرع ببناء بيوت للأئمة والمؤذنين، فالأجر واحد كأجر بناء المساجد؟ لا شك في ذلك. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة، يقول: من سعيد مصر مقيم بالرياض رجب عبد الحكيم، يقول في قضية الله: حضرت من عملي ذات يوم وأعصابي مشدودة من مشاكل العمل، وبالنقاش مع زوجتي فإذا بغلطي عليها يمين الطلاق، وتم مراجعتها بعد ذلك عن طريق المأذون، ثم بعد فترة ما بين
ستة أو عام على وجه التقريب، ما بين ستة أشهر أو عام على وجه التقريب حدث ما حدث سابقا، وإذا بي ألقي عليها يمين الطلاق، وتم مراجعتها عن طريق المأمون أيضا. ثم في المرة الثالثة وأنا في شدة غضبي ولم أدري، وإذا بي ألقي عليها الجملة الآتية: روحي تحرمي علي كأمي وأختي، وقد حضرت إلى المملكة للعمل والحال كما هو، فما هو موقفي من زوجتي وخاصة لدي منها ثلاثة أولاد؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ وما موقفي من زوجتي وأم أولادي الآن؟ الحمد لله قد هداني الله، وأنا أحافظ الآن على الصلاة في الجماعة وفي انتظار ردكم، يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تحتاج إلى حضورك شخصيا إلى دار الإفتاء الرياض أو إلى أحد القضاة المحاكم الشرعية إن كنت في المملكة، وإن كنت في مصر فإنك تذهب إلى المفتين لديكم شخصيا وتشرح له ما وقع منك في كل هذه المرات، وستجد الجواب الشافي إن شاء الله. أما نحن فلا نستطيع إجابتك من خلال هذا البرنامج، لأننا لا ندري عن ملابسات الأحوال، وربما يستدعي الأمر حضور الزوجة وحضور وليها لسماع ما عندهم حول هذه المشكلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول عين ألف عين: أختنا رسالتها تحتوي أكثر من قضية، عرضنا بعض قضاياها في حلقة الملك، وفي هذه الحلقة تقول في إحدى قضاياها: أنا أريد حفظ القرآن، وكم أتمنى ذلك، ولكن كلما حفظت سورة نسيتها، ويعلم الله أنني أرددها وأكررها لكن قلبي مسافر وأنساها، وكذلك في الدراسة فإنني أنسى كل شيء بعد حفظه بحوالي ساعتين. أرجو من فضيلتكم أن تدلوني على ما أفعل حتى يبتعد عني هذا النسيان وأتمكن من حفظ القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن الكريم فضيلة عظيمة وعلم جليل، والذي ينبغي لك حول هذا الموضوع لا تيأسي من حفظ القرآن الكريم أو حفظ شيء منه، أنه ليس بلازم أن تحفظي كل القرآن، بل عليك أن تحفظي ما تيسر منه، وإذا أمكن حفظه كله فهو أفضل بلا شك، ولكن عليك بالعزيمة والصبر ودراسة القرآن وتكرار القرآن حتى يثبت في ذلك، لا سيما في الأوقات التي تنقطع فيها الشواغل كما في آخر الليل بعد صلاة الفجر، وفي أوقات الراحة لك حاولي وكرري تلاوة القرآن حتى يثبت في ذاكرتك إن شاء الله، وإذا لم تستطيع حفظه كله احفظي ما تيسر منه. وتلاوة القرآن فيها فضل عظيم، ولا يقتصر ذلك على تلاوته من الحفظ، بل تلاوته من المصحف أيضا، فما لم تحفظيه اقرأيه من المصحف، ولك في ذلك الأجر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية ثانية: أديت مناسك العمرة وطبت وأنا واضية والحمد لله، ولكن صليت خلف المقام بدون وضوء، وأيضا سعيت بين الصفا والمروة بدون وضوء، أعلم أن عمرتي ناقصة، لكن ماذا يجب على وجهي؟ جزاكم الله خيرا. ركعة الطواف لا يصحان إلا بوضوء، فصلاتك الركعتين للطواف بدون وضوء عمل غير صحيح، ولكن ركعة الطواف سنة وليست بواجبتين، وتركهما أو بطلانهما لا يؤثر على العمرة، لأنهما ليس من أركان العمرة ولا من واجباتها، وإنما هما من سننها. والسعي ركن من أركان العمرة، ولكن لا تشترط له الطهارة، ويصح السعي من غير المتوضي، يصح من هو ليس على طهارة، لأن الطهارة في السعي مستحبة وليست شرطا فيه، إنما هذا الطواف هو الذي تشترط له الطهارة، فلا يصح إلا من متطهر. أما السعي فإنه يصح بدون طهارة، وإذا وقع في طهارة فهو أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من المدينة النبوية تقول: أم أنس تقول في رسالة لها: لقد وضعت في رأسي مادة لتنعيم الشعر، ولكنها تجعل لون الشعر أسود، فهل أكون قد ارتكبت إثما في ذلك
ودخلت في النهي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء ويجنبه الثواب، ولكن ليس في شعري شيء ولا يكون فيه ضرر لأنني متزوجة، وإذا كان فيه إثم فماذا علي؟ وهل إذا كان في الشعر شيء بن مع أن النية تنعيم الشعر وليس طلبا لله، فما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الشيء يغير، استحب تغيير الشيء ولكن بغير السواد، يغير بلون غير لون السواد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيء بالسواد. وأما غير الشيء فإنه يبقى على لونه الأصلي إلا إذا كان مشوها فإنه يصبع بلون زين تشويهه، أما إذا كان عاديا وليس فيه تشويه فالأولى أن يبقى على شكله. وإذا غير بشيء من الألوان وهو ليس بشيء فلا يصل ذلك إلى حد التحريم، لأنه لم يرد النهي إلا عن تغيير الشيء بالسواد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف مستمع رمز باسمها بالحروف عين ألف عين تقول: ما جزاء من تمس القرآن الكريم وهي على غير طهارة كأن تكون في عذرها الشهري أو تكون نفسا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه يحرم على المحدث مس المصحف مباشرة من غير حائل، فما وقع من السائلة يعتبر ممنوعا ومحرما، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود إلى مثل هذا. ولكن إذا كانت تمسه من غير حائل، من وراء حائل كمن وراء ثوبها أو كمها أو تحمله في صندوق خاص به أو في كيس خاص به فلا بأس بذلك، إنما الممنوع مس المصحف مباشرة من غير حائل. أما مسه من وراء حائل أو حمله وهو في صندوق أو كيس أو حامل له فهذا ليس بممنوع، لأنه ليس مسا للمصحف وإنما هو مس لما يحول دون المصحف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أتاني العذر الشهري وأنا أبلغ من العمر 12 عاما، وكنت صغيرة ولا أدري عن أهمية الصوم، فكنت أصوم وأفطر حتى بدأت أفهم أمر الصوم، ولقد أمضيت على هذه الحال 5 سنوات، فماذا علي؟ هل أقضي الأيام التي فاتتني علما بأنني لا أعلم كم هي، أم هل أتصدق؟ ماذا أفعل في دوني؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك قضاء الأيام التي صمتيها وعليك الحيض أو أفطرت فيها، المهم الواجب عليك قضاء أيام الحيض التي مرت عليك في شهر رمضان ولو كانت متقدمة في زمن طويل، فالقضاء لا يسقط عنك، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، لأن تخرجي نصف صاع من الطعام بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم تدفعينه للفقراء، وإن دفعتيه لفقير واحد دفعتي كل كفارة الأيام لفقير واحد، أجزأ ذلك والحمد لله. أما طول المدة فإنه لا يسقط عنك القضاء ببقائه في ذمتك. وأما أنك لا تعلمين العدد فأنت ترجعين إلى العادة الشهرية، عدد الأيام التي يكون عليك الحيض فيها وتعرفين ذلك، وإن غمض عليك فعليك بالتقدير والتحري والاحتياط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح تقول: بلغت من العمر 12 عاما وهي لا تفهم معنى الصوم، وحينئذ يوحي هذا بأشياء وأشياء جزاكم الله خيرا، منها: هل هناك تقصير في مناهج التعليم ولا سيما التي تعنى بأمور الدين؟ هل هناك تقصير في التربية في البيت؟ هل من كلمة حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا يدل على الإهمال، يدل على الإهمال من الآباء والأمهات، ويجب عليهم أن يعلموا أولادهم أحكام دينهم، أن يعلموهم الصلاة والصيام ويعلموهم أحكام دينهم، ومن أوجب ذلك معرفة العقيدة، معرفة الصلاة، معرفة الصيام وبقية أركان الإسلام وأمور الدين. فإن الوالدين مأموران بتعليم أولادهم تربيتهم، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، قال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة. الأولاد مسؤوليتهم على آبائهم، وكون البنت تبلغ سن المحيض وينزل عليها الحيض وهي لا تعرف الصوم تترك الصيام أو تصوم وهي حائض، فهذا من إهمال الوالدين ويكون عليهما إثم في ذلك، ولكن هذا لا يسقط المسؤولية عن البنت التي تركت الصيام في هذه الفترة، فعليها أن تفعل ما ذكرنا من القضاء بقدر الأيام والإطعام عن كل يوم. يقضي أبناؤنا وبناتنا شيخ صالح نصف حياتهم تقريبا في دور التعليم، هل من كذا محل هذا؟ الذين يقضون حياتهم نصف حياتهم في دور التعليم لا شك أنهم يتعلمون من جملة ما يتعلمون مقررات الدين، مقررات دينهم، يدرسون العقيدة ويدرسون في أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، يدرسون ذلك من خلال مقرراتهم. طيب هذا في غالب الدول الإسلامية، وهذا أمر واجب على ولاة أمور المسلمين وعلى القائمين على شؤون التعليم خاصة أن يهتموا بالمقررات الدينية وتعليمها للبنين والبنات حتى يعرفوا أمور دينهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضايا أخرى تسأل عنها أختنا فتقول: والدتي امرأة كثيرة المرض، نريد أن نذهب بها إلى الطبيب ولكنها ترفض وتقول على الله، فهي متوكلة على الله ولا تذهب إلى الطبيب، فبماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الصبر والاحتساب أنهما مأمور بهما في حالة المرض وبغيره، ولكن هذا لا ينافي يعني الصبر والاحتساب والتوكل، هذه من أنواع العبادة مأمور بها، ولكن هذا لا ينافي التداوي وفعل الأسباب النافعة، لأنه لا منافاة بين التوكل والصبر والاحتساب وبين فعل الأسباب النافعة، ومن ذلك الأدوية للمريض والعلاج للمريض. فما ذكره السائل من أن والدته تمتنع من العلاج لأنها تظن أن العلاج ينافي التوكل وينافي الصبر والاحتساب، هذا خطأ منها، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وأمر باتخاذ الأسباب النافعة والواقية، وهذا لا ينافي توكل على الله سبحانه وتعالى ولا ينافي الصبر والاحتساب، كله من عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. تقول: أريد صوم أيام الاثنين والخميس والأيام البيض، ولكن والدتي ترفض أن أصوم خوفا علي، فماذا أفعل؟ إذا كان صوم الاثنين والخميس فيه مشقة عليك واضحة فأطيعي أمك لأنها تريد الإشفاق عليك، وأما إذا كان صومهما لا يشق عليك فأقنعي والدتك وصومي وأخبريها أن ذلك لا يشق عليك وأنك تريدين الأجر والثواب، وإذا شرحت لها ذلك فالغالب أنها تقتنع، لأن الحامل لها على منعك إنما هو الإشفاق عليك وظنها أن ذلك يضرك، فإذا وضحت لها أن هذا لا يشق عليك ولا يضر بصحتك فالغالب أنها تقتنع لأنها تريد لك الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا بحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي.